السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مركز تدريب كلاب البحيرة. يا جماعة طبعا أنا بكلمكم دلوقتي مع كابتن أبو نور، بكلمكم من مكان الحمد لله يعني ربنا أنعم علينا بالمكان الفاضي ده، لأن هو ده المكان الوحيد اللي نقدر نخلي الكلب فيه يغير ثقته ويغير شخصيته، لأن المكان هادي وهو دايما الكلاب بتحب الأماكن الهادية اللي مفيهاش إزعاج الكلام ده، علشان تعرف كمان توصل المعلومة وتوصل الأمر للكلب اللي أنت بتتعامل معاه وتعرف الكلب أسلوبه إيه وحياته إيه. معاه النهاردة يا جماعة الكلب ده مشكلته مشكلة، يعني الكلب ده شخصيته ضعيفة جدا وبيخاف جدا ومعندوش انتماء لصاحبه، ودي طبعا مشكلة يا جماعة ممكن ما يحسهاش إلا المدرب، لكن اللي هو بيربي كلاب وكلام من ده لا عادي، ما لا 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 بيبقى واخد الكلب من اساسه. طبعا بنحسها ازاي يا جماعه؟ الكلب ده مش من السهل ان هو يثق في اللي بيتعامل معاه، مش هنقوله شرس ولا هنقوله في حاجه ولا لا 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 مش شرس ولا اي حاجه. الكلب ده اسمه رعد، ماشي، عمره معدي السنه. طبعا انا بكلمكم، انا اسف جدا يعني ممكن تكون مثلا الصوره في الفيديو مش واضحه للكلب مثلا او حاجه، بس هو قاعد جنب اهوت ومية مية وبدا ان الكلب يثق فيا شويه. ف عمرك ما هتتقدم بكلب خطوه الا لازم يكون الكلب واثق فيك خطوتين، من ناحيه شراسه، من ناحيه طاعه، من ناحيه اي امر لازم الكلب يا جماعه يكون واثق فيك. ثقه الكلب في صاحبه هي بدايه تقدم الكلب، يعني الكلب ده جالنا حاولنا ان احنا نشوفه نجربه ونديله مثلا اختبارات في الطاعه، اختبارات في الشراسه، لا ميح، الكلب ده ميح خالص، ميح لدرجه يعني هو صاحبه مش هنقوله ان هو ما مش هيعرف كده، لا هو ملوش، طبعا صاحبه ملوش ذنب او ما يعرفش. فاحنا شغلتنا ان احنا بنعدل السلوك او بنعدل طبع الكلب او بنشوف الكلب مشكلته ايه، بنصلح له عيوبه والكلام ده كله. صاحبه يا جماعه ملوش دخل في الكلام ده، هو اهم حاجه عند صاحب الكلب ان هو يستلم كلبه من المدرب اللي هو مديهوله، لان الراجل ده بيدفع فلوس يعني، والفلوس طبعا يا جماعه دي ما بنلاقيهاش في الشارع او ما بنلاقيهاش مرميه اليومين اللي احنا فيهم دول، صعب الجنيه بيجي صعب جدا، بيجي بالعافيه. بس طبعا برضه بنلف ونرجع للاخر ان العيب برضه من صاحب الكلب. الكلب ده يا جماعه انا متاكد ومن غير ما نسال صاحبه، الكلب ده جالنا وطبعا صاحبه اكيد شايفه دلوقتي، من غير ما نسال صاحبه الكلب ده ما كانش فيه تعامل مع صاحبه معاه كتير، الكلب ده كان مربوط ما الا زي مثلا اللي عنده موتوسيكل، اللي عنده عجله رابطها في الحيطه وخلاص وسايبه، ما كانش شاغل باله بيه، ما كانش بيفكر فيه، ما كانش بيهتم بيه ان هو يحله يطلقه يلعبه يخليه يجري يخليه يعمل يخلي فيه حب لصاحبه. الكلب طلع منفرد، شخصيته منفرده، وده في موجوده في كلاب كتير، ان في كلاب انا رحت اشتريت كلب ربطته على السطح عندي سبته ما شغلش بالي خلاص، المهم ياكل ويشرب، نرمي له الاكل ونرمي له الميه. لا والله العظيم يا جماعه ده انت كده خلي بالك، ده اسلوب تربيه ملوش اي داعي، وملوش اي داعي تربي كلب في بيتك لو انت هتتعامل معاه بالنظام ده. الكلب انت المفروض بتعيله كل يوم من وقتك، لو ساعه واحده تكفي ان انت تشوف الكلب بتاعك، تحسس عليه، تشوف ممكن يبقى فيه حاجه في جسمه، ممكن يبقى فيه تعب عنده، ممكن يكون الكلب تعبان انت مش واخد بالك منه. طبعا يا جماعه انا متاكد بنسبه 100% الكلب ده ما كانش بيحصل معاه الكلام ده. الكلب ده يا جماعه الاهمال بالنسبه له او عدم انتماء صاحبه ليه او عدم حب صاحبه ليه، ما كانش مهتم بيه، ما كانش فيه ان هو صله ان هو عايز مثلا يقرب منه، ان هو يحله، ان هو يخلي مثلا حد يشاور له من بعيد ويحاول يشجعه على اللي بيعمله او الكلام ده كله، ما كانش فيه الكلام ده يا جماعه. طبعا انا واثق في الكلام ده، بس الحمد لله دلوقتي انا بادئ الكلب ده، انا خدته على اسم ان هو تدريب. طبعا فوجئت فيه ان الكلب ده عنده مشاكل نفسيه، مش الموضوع مش سهل، بس هو باذن الله وبمشيئه ربنا هيبقى تمام التمام وهيتحسن، وهو بادئ النهارده وامبارح يتاقلم معايا. طبعا لما اتعاملت مع الكلب، لما بدات ان انا ما ناكلوش نسيبه ياكل لوحده، لا بدات ان انا نحط له الاكل بايديا ان هو ياكل في بقه بايديا، ماشي، بدات ان انا نقرب منه، بدات ان انا نعمل له مواعيد، حتى الناس اللي شغالين معايا قطعت ان هم يقربوا له، لا نوع قلت انا اللي اتعامل معاه. طبعا انا نحب الكلاب اللي زي كده، نحب الكلاب اللي هي الصعبه، بندور على الشيء الصعب علشان نشتغل معاه، لان ده نجاح،
يعني يكفيني ان انا ندور على حاجه صعبه نشتغل معاها، لان ده باسمه كده نجاح. فبدات نتقرب من الكلب وناكله بايديا ونتعامل معاه ومفيش اي حاجه. بدا الكلب يثق فيا، اللي انا حسيته النهارده وامبارح بس. الكلب ده عندي بقاله اسبوعين ما وصلتش معاه بنسبه 1% لحاجه. من يومين بالظبط حسيت ان الكلب بدا يثق فيا. على فكره احنا بندي لصاحب الكلب ميعاد شهر يا جماعه، وبعد كده استلام كلبه. الشهر ده طبعا بيبقى متحاسب عليه. مش معنى ان انا نيأس من كلب ونخلص ونمشي الكلب من عندي، لا ما فيش الكلام ده. انا بنحب الكلب الصعب زي ما قلت، بنحب نقرب من الكلب شوية، بنحب نعرف مشكلته ايه علشان نتعامل معاه. طبعا باذن الله وبمشيئة ربنا الكلب ده بدأت ان انا نشتغل معاه النهاردة بنفسي، بنظبطه. بالنسبة للتأهيل بدأت ان هو يثق فيا، هنبدأ بإذن الله وبمشيئة ربنا ان هو يتعامل معايا. فالنهاردة بإذن الله وبمشيئة ربنا اعتبر بدأت شغلي مع الكلب. لقيت الكلب بدأ يبقى فيه ثقة شوية بنسبة يعني 30-40%. طبعا كل الكلب مسكته بتزيد، كل انا ما انا حاسس ان انا بننجح معاه، لان نجاح تدريب الكلب هي ثقته فيا. نجاح تدريب الكلب معايا يا جماعة هي ثقة الكلب فيا. فبإذن الله وبمشيئة ربنا الكلب طبعا كان يشوفني الاول ينام في الارض، ده خوف، يا اما كان صاحبه بيضربه يا اما كان صاحبه مبتعد عنه ما بيقربلوش ولا بياكله ولا بيهتم بيه، يا اما كان صاحبه هامله مش شاغل باله بيه عشان ما يقولش ده انت ظالمني وما بناكلهوش. لا ممكن تكون حضرتك بتاكله بس مش معايل لنفسك وقت في اليوم ان انت تقعد معاه تطلقه، تقعد معاه لوحدكم مثلا تلعب انت وهو، تجريه تمشيه كلام من ده. فده حاجه مطلوبه يا جماعه والله لكل الناس اللي مربيه كلاب، ان هي تهتم بكلابها، تحاول ان هي تخرجها تمشيها، ما تسمعش كلام واحد يقول لك احبس الكلب عشان يبقى شرس. طبعا ده اسلوب خاطئ خالص. ما تسمعش كلام واحد يقول لك وقف الكلب وخلي ناس تحاربه ويهين الكلب قدامك. لو انت حاسس ان الشخص ده هيهين الكلب قدامك، لا معلش، ده مش اسلوب للتدريب ولا اسلوب للشراسه بتاعت الكلب. شخصيه الكلب بتندمج مع شخصيه صاحبه. يعني لو واحد قل من قيمه الكلب يبقى انت تقل قيمتك، معلش دي حاجه معروفه. اللي يقل من قيمه كلبك يبقى قل قيمتك، يبقى انت مالكش شخصيه. شلت ذنب عند ربنا، لان دي حاجه ربنا موصيك عليها وانت حارس ليها زي ما هو حاطه حارس ليك. فالحمد لله يا جماعه باذن الله وبمشيئه ربنا بنفسكم معانا، احنا بنبدا وبنتحرك وكل يوم نعتبر بنبدا من جديد. النهارده الحمد لله جالنا جواب البين كود بتاع شركه ادسنز، وباذن الله طبعا هنتابع معاكم في الفيديوهات، وهيبقى في تغيير كل يوم وهيبقى في جديد كل يوم. رعدا احنا بنطمن صاحبه وبنقول له ما تقلقش، كلبك في امان وكلبك تمام التمام وباذن الله هيبقى كويس. اي وقت زياده في التاخير عن المده اللي احنا متفقين عليها ده بيبقى على حسابنا، ما بنحاسبكش عليها ولا ليك دخل فيها. دي حاجه احنا اللي يهمنا، ما يهمناش الوقت او ما لا يهمنا الفلوس، احنا اللي يهمنا ان الكلب يطلع تمام تمام من عندنا. كلبك الحمد لله صحته تمام. بنكلم اي واحد كلبه عندنا بيتدرب برضه بنطمنه على كلبه صحته تمام التمام، لو في اي مشكله احنا بنبلغك اول باول. فالحمد لله يا جماعه، يعني يا ريت كلكم تتابعونا ويشرفنا اشتراككم على القناه علشان نتقدم بيكم، ويكفينا ثقتكم فينا وباذن الله وبمشيئه ربنا هنتقدم اكتر واكتر، وهنبقى احسن من اي دوله في دول الغرب. هنبقى يعني هنحاول ان احنا نعجبكم في شغلنا ونحاول ان احنا نكسب رضاكم. واي واحد محتاج اي حاجه احنا تحت امركم. بمناسبه الناس اللي يعني في محافظات مصر كلها اللي بتحب تبيع كلابها وعندها كلاب بتحب تبيعها، احنا بننزل على صفحتنا على الفيسبوك حاجه كل يوم خميس اسمها السوق الالكتروني. ده بوست بننزله كل واحد يعني عنده حابب ان هو يعرض الكلب بتاعه للبيع او للبدل او للجواز، يعني اي مشكله عندك في كلبك سواء عايز تبيع سواء عايز تشتري سواء عايز تبدل ممكن تتابعنا في البوست ده كل يوم خميس. الصفحه بتاعتنا اسمها البحيره لتدريب كلاب الحراسه. مش شرط يا جماعه البيع او الشراء بيبقى على مستوى محافظه البحيره، طبعا البيع والشراء بيبقى على مستوى جميع المحافظات. احنا بنحاول نقرب بعضينا في صفحه واحده او بنحاول نقرب بعضينا في بوست واحد. نتمنى ان يعني شغلنا يعجبكم، ونتمنى انكم تتابعوا معانا وتشتركوا معانا في القناه بتاعتنا. القناه اللي كانت مسروقه يعني على فكره الحمد لله رجعناها وسيطرنا على القناه، والقناه دلوقتي تحت ايدينا وبنذيع وطبعا فيديوهاتنا بتنزل عليها والحمد لله متابعين معانا.
ويشرفني ان انا اتعامل مع كل الناس المحترمه وكل الناس اللي بتربي كلاب. ودلوقتي خلفيه لاي حد ما رباش كلب، بعد احب اديك معلومه ان اغلبيه الناس اللي بتربي كلاب دلوقتي، لا احنا لقينا الناس المحترمه، لقينا الناس المحترمه اللي بدات تربي كلاب. خلاص ما عادش فيه زي ايام زمان، ما عادش فيه الكلام ده كله. دلوقتي كل واحد مربي كلب في شقته، بتلاقيه دكتور، بتلاقيه مهندس، بتلاقيه محامي، بتلاقيه موظف، بتلاقيه اي حاجه. في ناس برضو عمال بيربوا كلاب في شقتهم، بيبقوا ناس محترمه جدا، بيبقوا واخدين الموضوع كحب وكغيه وكهوايه. طبعا احنا بنحب ننمي الغيه ديت وبننمي الهوايه ديت فيهم، واحنا تحت امرك في اي حاجه، تحت امرك في اي استفسار، تحت امرك في اي شيء تتخيله بالنسبه للكلب. فاهمين الحمد لله، عارفين، موجودين معاك كل وقت وكل يوم معاك. من قناتنا ممكن تتابعنا، من صفحاتنا على الفيسبوك ممكن تتابعنا، ارقامنا معاك على ارقامنا معاك على الفيديوهات، بتبقى على الفيديوهات وعلى الصفحات كلها، ممكن تتابع معانا تحت امر حضرتك. مش هنبخل عن حد بمعلومه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مركز تدريب كلاب البحيره الضمان.